ويقول السؤال: وما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم؟ أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى، الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحلوا بالعلم النافع، وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. يعني الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم، لا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة لمن يقتدى بهم في بلادنا، ومن تؤخذ أشرطتهم ودروسهم، وهم كثيرون ولله الحمد، معروفون عند الناس، لا يجهلهم أحد، لا الحاضرة ولا البادية ولا الكبار ولا الصغار، يعرفون أهل العلم الذين يصدر عن أقوالهم ويقتدى بأفعالهم، هم القائمون بأعمال هذه الأمة من الفتوى والقضاء والتدريس وغير ذلك، الذين عرف عنهم العلم وعرف عنهم التقى والورع. وعلى رأس علمائنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فإنه رجل من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح والدعوة إلى الله والإخلاص والصدق، وما لا يخفى على كل أحد، وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات ومن المؤلفات ومن الأشرطة ومن الدروس. وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب، هؤلاء أيضا الأمة ولله الحمد تقتنع من فتاواهم وتصدر عن فتاواهم لما جربت عليهم من الفتاوى الصائبة والأقوال النافعة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أصحاب الفضيلة في القضاة، لأنه لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس منه في دمائهم وأموالهم وخروجهم إلا وهم يثقون من علمه. وعن القضاة في المحاكم أيضا ممن يوثق بهم، لأن ولي الأمر ائتمنهم، والأمة أيضا ائتمنتهم على هذه الأمور. كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح الصحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح، سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، يجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، أن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه